السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفيديو جديد غادي نتناولو الجزء الثاني للبلتان دو بي، مثال ثاني باش نقدروا نفهموا كيفاش كنصاوبوا البلتان دو بي. باش تصاوب البلتان دو بي ضروري تشوف بزاف ديال لي زيكزامبل اللي غادي تقدر بهم تتعلم كيفاش تقاد البلتان دو بي. الوغ كيف ما شفنا في الفيديو اللي سبق، البلتان دو بي كيكون فيها لو نون ديال لا سوسيتي وكيكونوا فيها لي غيبريك لي كيخصو السالاري، انسي كو كاين سالير فيكس وعندنا لونسيانتي سالار بروت و لي بي او لي زافونتاج سوسيال لي هما لي بي او سي ان اس اس ام او سي ام ار ولا ميديان. من بعد كنحسبو ليير. هلو هادو هما لي برينسيبو ريبريك لي كيكونو في البلتان دو بي. هنا لو طابلو لي عندنا ديال ليير لي ترونش ديال ليير، أول حاجة السالار دو باز ولا السالار فيكس لي عندنا لهاد الحلقة هو 3954. لو نومبر عندنا 26 جور، السالار دو باز 3954. هنا لا كولون ديال لي كان ولا كولون ديال لي روتوني. لا كولون ديال لي كان هي كيكون فيها السالير بروت وكتكون فيها لونسيانتي. لونسيانتي ديال هاد السالاري عندو 10%، يعني كثر عندو 5 سنين تقريبا ديال لونسيانتي. هنا كنحسبو لو طو ديال 10% لي هو 395.40. سيمي نديرو الفورميل باش كنكون مأكدين من الحساب. السالير بروت امبوزابل هو السالير فيكس بليس لونسيانتي، هو 3954 بليس 395.40. هي 4349.40. إذا سالير بروت غادي نديرو الفورميل ديالو، هي 4349.40. لي ديفيرونت انديميتي باغ اكزومبل هنا في هذه الحاله عندنا ديال الترونسبور، الوغ كنحيدوها باش نطبقوا الحساب ديال لي زافونتاج سوسيو. لو مونطون اللي نحسبوا ليه هو 4349، هو السالير بغيت امبوزابل. الوغ عندنا 0.19 ديال لي بي او، 4.48 ديال لامو ديال سي ان اس اس، لامو 2.26، سي ام ار 3%، لاسيرونس مالادي 1.60. هنا غادي نديرو الفورميل. الوغ 4349 × 0.19% fois 4.48 fois 2.26 et fois 3% pour 1.60 de la mutuelle. Et là, l'IR
صلاه بغيت نفوزها نحيدو منو لونسيانتي ونحيدو منو انديميتي دو ترونسبور غنحيدو منو لي روتوني على هي 1972 2012 الوغ لا ترونش لو طو دامبوزيسيون عندنا هنا هو 10% دي 1900 يلي كاينة الوغ لا ترونش هي 2501 انتخ 2501 4166 من بعد غادي نأرونديو الوغ لو سالار نت هو 4101 فوالا هادي هي البلتان دو بي ديال السالاري اللي ما فهمش شي حاجه ولا كان عنده شي تساؤل يخلي تعليق وغادي نجاوبهم ملي غادي تتاح ليا فرصه. كنتمنى نكون فدتكم ومازال غادي نحط امثله جايه على البلتان دو بي باش تزيدوا تفهموا اللي ما قدرش ولا ما توفقش انه يفهم. مازال غادي نحط امثله جداد وكيف ما ديما ما تنساوش لايك وتعليق وبارتاج ليصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين وشكرا.